مساء الحرية، مساء القدس، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي شبكة قدس الإخبارية في حلقة جديدة من برنامجنا حوار قدس. نصحبكم اليوم لقراءة في نتائج الانتخابات الأولية لدى الاحتلال الإسرائيلي. في سياق هذه الحلقة يسعدني أن يكون معي الصحفي والمختص في الشأن العبري محمد بدر. أهلا وسهلا بك معنا عبر شبكة قدس الإخبارية. في البداية، ما هي قراءتكم للنتائج الأولية لهذه الانتخابات؟ يعني من الواضح من خلال النتائج وفرز معظم أصوات الناخبين أنه في صعود كبير ومفاجئ سواء بالنسبة للإسرائيليين أو لغيرهم لتيار الصهيونية الدينية، واللي هو التيار المتمثل بالأيديولوجيا يعني الوطني القومي، وهذا التيار اللي بقوده بني كبير ومساحته الأساسية أو قاعدته الصلبة هي المستوطنات. لكن الجديد كان هذه المرة أنه هذا التيار قدر يعني أو استطاع أنه يخترق مناطق في الوسط، مناطق يعني تقليديا اجتماعيا وثقافيا وسياسيا غير منتمية لهذا التيار، منتمية لتيارات الوسط، تيارات اليسار وإلى آخره، واللي يقود مؤخرا يعني بالعقود الأخيرة. فهذا الشيء كان تطور لافت في هذه الانتخابات. باعتقادي هاي دلالة مهمة إنه إذا إحنا جينا درسنا التركيبة الاجتماعية في المنطقة اللي زادت فيها أسهم هذا التيار، هي تركيبة موظفين، تركيبة باحثين، تركيبة إلى آخره، وبالتالي إنه هذا التطرف أو هذه الزيادة في التطرف أصبحت جزء من العقلية الإسرائيلية وليست هامشا في الوعي الجمعي الإسرائيلي. إذا في عندهم وعي جمعي، وبالتالي هي لم تعد محصورة في مناطق المستوطنات أو المناطق التي تعتبر كما يروج الإسرائيليون سابقا المناطق البعيدة عن المركز، وهذا له دلالات على مستقبل هذا الكيان ككيان يتحكم في مجموعة من القيادات والتيارات التي تجمع ما بين الهوية الدينية والهوية السياسية، بحيث يتم توظيف بعض المفاهيم الدينية لخدمة الاستعمار ولخدمة الاحتلال الإسرائيلي ولخدمة المفاهيم السياسية المرتبطة بكيان الاحتلال. ما دلالات هذه النتائج وانعكاساتها على عدة ملفات؟ أولا، أو يعني المشهد الفلسطيني كمشهد فلسطيني، السلطة الفلسطينية، وكذلك المنطقة، منطقة الشرق الأوسط. يعني أنا باعتقادي إنه أكثر طرف متضرر من هاي النتائج هو السلطة الفلسطينية بصراحة، لأن السلطة الفلسطينية مشروعها كما يبدو مبني على التغيرات داخل كيان الاحتلال. يعني إذا إجت حكومة برأسها جنتس ولبيد، السلطة شوي بيصير عندها شوية مخارج ومتنفس وحديث عن أفق معين لعملية سياسية أو ترتيبات اقتصادية معينة، وبالتالي ترفع شعار إنه هاي التسهيلات بين قوسين أو هاي الترتيبات الاقتصادية جزء من إنجازاتها كمشروع سياسي على الأرض المقصود بالسلطة. لكن اليوم إحنا أمام حكومة يعني بالحد الأدنى هي ترفض أي نوع من أنواع التعامل مع السلطة الفلسطينية إلا بالمسار الأمني، هذا مسار ثابت يعني ما بتغيروا أي حكومة بتيجي، ولكن الحكومة التي من المتوقع تشكيلها لا تعترف بالسلطة الفلسطينية كهيئة سياسية، يعني أفضل الأحوال ممكن تعترف فيها كهيئة أمنية إدارية يعني تدير شؤون السكان الفلسطينيين وتنسق أمنيا مع الاحتلال. فباعتقادي السلطة هي أكثر المتضررين، لأنه يعني الآن ستدخل في حالة انتظار وفي وضع انتظار لتغيير قادم في المشهد السياسي داخل كيان الاحتلال. ما عندها أدوات، ما عندها قدرة على التأثير، ما عندها أي توجه للتأثير، يعني بما أنها ترفض كل أنواع المقاومة المسلحة وتصرح بذلك،
لا يمكن التأثير على مشهد داخل كيان الاحتلال. في موضوع المقاومة بعتقد أنه الموضوع مختلف، يعني المسألة مختلفة. يعني إحنا بنشوف أنه استراتيجية الاحتلال مثلا تجاه قطاع غزة لم تتغير رغم تغير كل الحكومات الإسرائيلية، ولم تتغير رغم تغير بعض الشخصيات داخل الائتلاف الحكومي. مثلا فترة من الفترات كان وزير الحرب نفتالي بنت، بعدين وزير الحرب قبلها كان مثلا فيكتور ليبرمان وإلى آخره. الائتلاف الحكومي كان يضم مثلا جهات من اليمين ومن اليسار، وهي التوصيفات يعني أو هاي التعريفات داخل الحياة السياسية لدى الاحتلال. ولكن ظلت الاستراتيجيات تقريبا ثابتة، الاستراتيجية ثابتة لأنه المقاومة معضلة للاحتلال الإسرائيلي، وأي تعامل معها هو تعامل خطير. يعني الشعارات التي يطلقها قادة الأحزاب في الانتخابات هي عبارة عن أمامي. يعني عندما أطلق ليبرمان شعار اغتيال هنية، يعني خلص من وزارة الحرب وما اغتلش هنية. ولما بعدها اجى نفتالي بنت واطلق شعار انه راح اوقف كل انواع المساعدات لقطاع غزه اللي بتيجي من العالم ومن العرب، وراح اغتال قيادات المقاومه الفلسطينيه وقيادات حماس الى اخره، بالنهايه ذهب بنت والمشهد في قطاع غزه ظل كما هو، والمقاومه تتصاعد، وقادت المقاومه معركه شرسه مايو 2021 وبعدها في وحده الساحات. وبالتالي المقاومة موقفها مختلف لأنها عامل مؤثر في المشهد، لأنها قادرة على تهديد أمن الكيان. والاحتلال الإسرائيلي أو كيان الاحتلال الإسرائيلي هو عبارة عن مجموعة من المهاجرين موجودين في منطقة، يعني المستوطنين موجودين في منطقة. التأثير الوحيد عليهم والطريقة الوحيدة للتأثير عليهم وللتأثير على قراراتهم هو تهديد أمنهم، يعني بهذه البساطة وبهذه السهولة. و فباعتقادي انه المشهد تجاه غزه لن يتغير كثيرا. المشهد تجاه الضفه الغربيه ايضا لن يتغير كثيرا، لانه باختصار شديد هاي المسائل مرتبطه بالامن القومي الاسرائيلي ومفهوم الامن القومي الاسرائيلي. ومعروف يعني انه مفهوم الامن القومي هو مفهوم متغير، ولكن ليست بالسرعه التي يمكن لائتلاف معين ان ينسف كليا، يعني او ان ينسف سياسه امنيه او عسكريه تجاه ساحة مثل قطاع غزة أو الضفة الغربية أو لبنان كليا. هاي مسألة. المسألة الثانية أنه هاي الساحات العلاقة بينها وبين الاحتلال قائمة على الاشتباك، وبالتالي هون في طرف في هذه العلاقة داخل كيان الاحتلال، مش بس المستوى السياسي، في عنا مستوى أمني مستوى عسكري، لأن طبيعة العلاقة هي علاقة اشتباك حتى لو كان في فترات من الهدوء. وهذا المستوى الأمني والعسكري يؤخذ بتوصياته لأنه الأقدر على، يعني بحدود معينة يؤخذ بتوصياته لأنه الأقدر على فهم الحالة والأقدر على تقدير الموقف واتخاذ الموقف تجاه أي ساحة من الساحات من ساحات المقاومة. لذلك باعتقادي المقاومة يعني إذا لم تكن مبادرة بالفعل، على الأقل المقاومة قادرة على التحكم بالسلوك الإسرائيلي بدرجة معينة من خلال قواعد اشتباك ومن خلال أدوات معينة متاحة لديها. تواجد بعض الشخصيات بن كبير او سموتريتش والسلوكيات الدائمه لهم خلال الفتره السابقه، هل من الممكن ان يؤدي يعني الاحتكاك مع المقاومه، بمعنى يدفع هذا السلوك نحو مواجهه جديده؟ يعني باعتقادي صحيح، ولكن يعني صحيح باتجاه انه مثلا ممكن يكون في تضييق مثلا او انتهاكات بشكل غير مسبوق في ساحات معينة مثل ساحة السجون. اذا مثلا تولى بن كبير كما يشاع او كما يرد في التقارير الإسرائيلية وزارة الأمن الداخلي لدى الاحتلال، وبالتالي ستتحول السجون إلى جحيم وساحة متفجرة، وهذا سيكون له انعكاساته. يعني هذا المقاومة بالتأكيد لن تترك السجون يعني لقمة سائغة
عند بن كبير او نتنياهو. ايضا فيما يتعلق بموضوع الاقصى، نعرف انه بن كبير يعني هو المنظر الاول لاقتحامات المسجد الاقصى، رغم انه هاي المساله اشكاليه داخل الائتلاف الحكومي لدى الاحتلال، لانه في تيارات اللي هي التيارات الدينيه الشاسعه ذات الثوره ترفض اقتحام الاقصى لاعتبارات ايضا دينيه. طبعا مثل ما قلت انه هي متفقه انه في الهم هيكل مزعوم بالاقصى، ولكن انه الفتره هاي مش لازم نقتحم الاقصى بناء على رؤيه بعض الحاخامات. وبالتالي ممكن موضوع الاقصى اذا بن كبير بالفعل نفذ ما طرحه في حملته الانتخابيه فيما يتعلق بالاقصى والى اخره، وما كان يصرح به دائما يعني باتجاه اتخاذ خطوات عمليه لتهويد المسجد الاقصى واتجاه التقسيم الزماني والمكاني، المقاومه لن تكون مكتوفه في الايدي، هذا شيء اكيد. لكن ان يبادر مثلا بحرب او يبادر بعمليه عسكريه مفاجئه او الى اخره، اعتقد انه مثل هاي القرارات هي تخضع بشكل نسبي لتقدير موقف لدى المستوى العسكري والمستوى الاستخباراتي لدى الاحتلال، ولن يكون مثلا تطلعات شخص او حزب او طرف داخل الائتلاف هي المسير لمثل هاي القرارات او هي المنتج لمثل هاي القرارات. ما المختلف اليوم يعني أمام هذا الائتلاف الحكومي الذي قد يتشكل من ناحية الأهداف عن الائتلاف السابق؟ يعني الائتلاف السابق رفع شعار واحد وهو إزاحة نتنياهو من المشهد، لم يكن يربطهم شيء سياسيا، خصوصا أنه الائتلاف السابق اعتمد على تواجد منصور عباس ضمن هذا الائتلاف، وفي سابقة كانت تاريخية. يعني أنا باعتقادي إنه المختلف هذه المرة إنه ما يسمى بمعسكر اليمين الإسرائيلي يبدو أكثر قوة، وبالتالي معروف إنه في يعني رغم الاختلافات التي يمكن أن تفجر خلافات كبيرة داخل الائتلاف، لكن هناك اتفاق مثلا على بعض المسائل السياسية أو إلى آخره. فباعتقادي انه مستوى التباين السياسي مثلا تجاه القضيه الفلسطينيه او تجاه مثلا التعامل مع السلطه الفلسطينيه اقل من مستوى التباين داخل الائتلاف السابق. يعني في انسجام مثلا بالموضوع التطرف السياسي او التطرف المبالغ فيه، وكل حتى الحكومه السابقه كانت متطرفه. فباعتقادي مثلا جميعهم يعني مجمعون على انه مش لازم يكون ولا اي شكل من اشكال التواصل مع السلطه الفلسطينيه، لا السياسي ولا الامني بمستويات سياسيه، يعني بمستوى وزير وكذا والى اخره، وخلاص احنا بندير امورنا من خلال ضباط الجيش يعني. فباعتقادي انه هذا هو الفارق، بالاضافه لانه يعني على المستوى العملي ممكن يكون في إقرار لقوانين لها علاقة بفلسطينيين داخل راح تعمل فارق كبير، بما أنه جميع التيارات تقريبا المشاركة في هذا الائتلاف أو أبرزها يعني مع فكرة الترانسفير ومع فكرة إقرار القوانين التي تسلب فلسطينيين داخل حقوقهم. فأنا بشوف الحديث عن فكرة الترانسفير هو سيناريو قابل للتنفيذ، بمعنى أنه هذه الحكومة فيها شخصيات يعني دوليا عليها تحفظ، وعلى سلوكها أيضا الكثير من الملاحظات. هل يمكن أن يقدم الاحتلال على تنفيذ مثل هذه الأمور في ظل المشهد الحالي؟ يعني بالنهاية أنا بشوف أنه الاحتلال الإسرائيلي اتخذ عدة يعني وأقر عدة قوانين لها علاقة بتهجير الفلسطيني من الداخل، ومن بينها مثلا القوانين اللي لها علاقة مثلا بسحب الهوية من الفلسطينيين الذين يقومون بأعمال مقاومة أو الذين يعتقلون لدى الاحتلال الإسرائيلي. لكن إسرائيل ليست ملك العالم يعني، وليست شرطي العالم كما يتصور البعض. يعني إسرائيل بلا غطاء أمريكي واضح ومباشر لا تستطيع أن تقوم بأفعال خلينا نقول تكسر قواعد اللعبة في المنطقة. فموضوع الترانسفير أنا بتخيل أنه بيكسر قواعد اللعبة في المنطقة، يعني هذا شيء واضح.
وأنا بجيب لك مثال، مثلا إسرائيل هددت كثير تهاجم المفاعل النووي الإيراني، لكن ليش ما عملت؟ لأنه فيش غطاء أمريكي، يعني بدون غطاء أمريكي لا يمكن أن تقدم على خطوات صارخة أو خطوات يعني يكون لها ارتدادات كبيرة في المنطقة. إيه، لكن باعتقادي أنه بالمسائل التكتيكية إيه راح يكون في يعني تغيير معين بالسياسات. إيه مثلا بالتوسع الاستيطاني راح يكون في تغيير، يعني مما لا شك فيه. مثلا بالاقتحامات للأقصى، المصادرة الأراضي، التضييقات مثلا بالضفة الغربية، العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين أو بحق عوائل منفذي العمليات، أو يعني هاي مسائل تكتيكية. ممكن هذا الائتلاف يعني ممكن هذا الائتلاف إنه يمرر رؤيته فيها، لكن بالمسائل الاستراتيجية أنا بتخيل أنه في كل دول العالم في شيء اسمه الأمن القومي. الأمن القومي هذا مفهوم مش بتصيغه ائتلاف حاكم ولا حكومة ولا الحكومتين ولا إلى آخره، هذا مفهوم بتصيغه رؤية مشتركة ورؤية متراكمة. ولا أعتقد أنه في أي حكومة لدى الاحتلال قادرة على القيام بخطوات قد تمس بالأمن القومي الكلي لدى الاحتلال. الآن ثمة سؤال يطرح في ظل التسريبات المتعلقة بتشكيلة الائتلاف الحكومي الجديد مرتبطة بالتعامل الخارجي مع هذه الحكومة، بمعنى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. شخصيات مثل بن كبير وسموتريتش بالتأكيد هي يعني مرفوضة من ناحية السلوك بالنسبة لكلا القوتين، سواء أمريكا أو الاتحاد الأوروبي. هل ستتأثر هذه الحكومة بتواجد شخصيات مثل سموتريتش وبن كبير؟ يعني شوف، أنا باعتقادي إنه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالنهاية لهم علاقة بمحصلة القرار، يعني لهم علاقة بالقرار أو بسلوك الحكومة على الأرض. المشكلة مش بن كبير بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ولا بالأسماء ولا بالطيارات. المشكلة بشو المخرج النهائي للقرار داخل حكومة الاحتلال. فأنا باعتقادي أن العلاقة راح تكون نوعا ما متوترة، لكن نتنياهو من أكثر المؤمنين أو من أشد المؤمنين بضرورة الحفاظ على شعرة معاوية مع النظام الدولي، وهذا يعني كان فيه كثير اختبارات له، من بينها الخان الأحمر ومن بينها الشيخ جراح ومن بينها يعني أكثر من محطة. شفنا أنه نتنياهو لديه يعني هاجس اسمه المقاومة الفلسطينية، ولديه هاجس اسمه العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الاتحاد الأوروبي، لكن مش هاجس كبير، خاصة أنه عنده ائتلاف واسع وقوي، مش راح يكون الهاجس كبير. فباعتقاد أنه ممكن راح يكون في شكل من أشكال التوتر، يعني منسوب التوتر هذا له علاقة بمنسوب وحدة السلوك الإسرائيلي على الأرض. لكن إذا تطورت الأمور داخل هذا الائتلاف باتجاه اشتباك برامج، وهذا الاشتباك يعني بمعنى أنه في بعض الرؤى أو بعض المواقف قد تسبب مثلا إحراج كبير للاحتلال عند الاتحاد الأوروبي أو عند الولايات المتحدة الأمريكية إلى آخره، قد يكون هناك حسم يعني لدى نتنياهو في هذه القضايا، وقد يؤثر هذا الشيء على الائتلاف الحكومي ككل. بالمناسبة، أحد الأمثلة على ذلك مسألة شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية أو ما تسمى كذلك داخل الضفة الغربية. يعني مش تحليلي، ولكن التحليل الإسرائيلي اللي اليوم معظم الصحف الإسرائيلية قالت إنه هاي النقطة قد تكون سبب في تفجر الخلاف داخل الائتلاف الحكومي، خاصة أن نتنياهو رغم كل وعوده باتجاه شرعنة هذه البؤر إلا أنه حافظ على شعرة معاوية مع العالم، لكن بني كبير جعل من هاي المسألة شعار كبير. هل راح يروح بني كبير هل راح يروح باتجاه تطبيق برنامجه؟ هل راح يتصرف كفرد
داخل الحكومة، أو يعني كفرد داخل الحكومة بمعنى كرأي معزول عن رأي الحكومة، أم كرأي ضمن رأي عام بالحكومة؟ النتائج كنتائج، بمعنى يعني المحصلة العامة، ما المختلف هذه المرة على صعيد يعني القوائم والأحزاب الإسرائيلية عن الانتخابات السابقة؟ ما هي أبرز يعني الملاحظات في هذه المرة؟ يعني هاي المسألة أشرنا إلها، إنه صعود الصهيونية الدينية، يعني هذا كان هو أكثر شيء مفاجئ. لكن بالمناسبة يعني حتى فارق الأصوات بين المعسكرين، معسكر نتنياهو ومعسكر لبيد، هو كان حوالي 2500 صوت، لكن فارق المقاعد كان كبير جدا. والسبب إنه تيارات اليمين كانت منظمة أكثر، يعني في كان في كتل انتخابية، بمعنى انه يعني سموتريتش مع بن جبير في كان عدة ائتلافات داخل هذا المعسكر، وبالتالي هذا الشيء كان مفيد بالنسبة لها على مستوى على مستوى الرفع من مقاعدها. الميريت مثلا كان يعني هو حزب اصلا يعني وضعه صعب داخل كيان الاحتلال، لكن النظرة العامة لنتائج الانتخابات تشير بشكل واضح أن التيار القومي الديني الذي كان في مرحلة من المراحل لا شيء داخل الحياة السياسية الإسرائيلية، وكان تيار هامشي وعلى هامش الحياة السياسية الإسرائيلية، هو أصبح التيار الأكثر تأثيرا داخل هذه الحياة السياسية، رغم أنه ليس الأكبر حجما لكنه الأكثر تأثيرا. وبالتالي لكن هذا التيار أيضا اليوم أمام اختبار حقيقي أمام شعاراته. فمثلا بن كبير السؤال كيف سيتصرف داخل هذه الحكومة، هذه الحكومة، هل سيلتزم بشعاراته أم لا؟ يعني هذا التيار وصل بالنسبة إلي يعني أو باعتقادي وصل الذروة في التوسع جماهيريا وداخل كنيسة الاحتلال، الآن أصبح أمام اختبار، بما أنه سيكون معه حقائب وزارية، بما أنه سيكون معه حقائب مهمة أيضا داخل الحكومة ووزن داخل الحكومة، كيف سيتصرف هذا التيار؟ هل ستكون نهاية صعوده أم ستكون بداية لصعود أكبر؟ على الجانب الآخر، كيف تقرأ ما حصل مع القوائم العربية؟ 3 قوائم عربية هذه المرة خلاف المرات السابقة. يعني أنا بدي أفصل بين موقف الشخصي صراحة اللي هو معارض لكل مسألة الدخول بكنيسة الاحتلال، وما بين التحليل الموضوعي أو التقييم الموضوعي. يعني إحنا بنعرف أن شعبنا الفلسطيني في كل ساحات تواجده يعني شعب يعني طواق للوحدة بين المكونات أو بين التيارات السياسية الموجودة، وبالتالي موقف القائمة العربية الموحدة أو القائمة المشتركة قبل القائمة المشتركة كان مثلا موقف قوي، وكانت تحصل على مقاعد، يعني كانت التيار الثالث من حيث القوة داخل كنيسة الاحتلال. لكن بعد التفكك اللي كان يعني بدايته مع منصور عباس ومن ثم إقصاء التجمع كما لاحظنا، صار هناك في إشكالية كبيرة عند الفلسطينيين الداخل في موضوع الكنيسة، بمعنى أنه إحنا كفلسطينيين بالداخل تقع علينا نفس الظروف، نفس السياسات التمييزية والعنصرية والاستعمارية، شو الانقسام يعني؟ هاي مسألة. المسألة الثانية بصراحة أنه تجربة الأحزاب العربية داخل الكنيسة تجربة يعني صفر نتائج، يعني بمعنى القوانين العنصرية تقر، القوانين سواء تمس بالقضية الفلسطينية ككل أو تمس بالواقع الفلسطينيين الداخل على وجه الخصوص، وحتى يعني المسائل الاجتماعية اللي لها علاقة بالجريمة ومحاربة الجريمة وإلى آخره، لم تستطع هذه التيارات أن تحدث فارق سواء بالقضايا الاجتماعية أو بالقضايا السياسية أو بمجمل القضايا التي يعاني منها الفلسطينيين الداخل. يعني لذلك أنا باعتقادي أنه الفلسطيني في الداخل المحتل يعني صار عنده قناعة أنه هاي التيارات
إذا لم تكن موحدة فما الذي يعني فما الذي يحدث الخلاف بينها غير مصالحها؟ هاي مسألة. والمسألة الثانية إنه سواء موحدة أو غير موحدة يعني ما كان في ثمار لهذه المشاركة ولهذه التجربة. فأنا باعتقادي إنه من المهم إنه إعادة تقييم التجربة وشكل شكل الحراك السياسي، أو شكل أنا بدي أسميها الحركة السياسية أو طبيعة الحركة السياسية بالداخل المحتل على ضوء هاي النتائج، واجتراح يعني وابتكار مفاهيم أخرى للنضال ضد الاحتلال الإسرائيلي والسياسات العنصرية والتمييزية بالداخل المحتل، لأنه كنيسة الاحتلال ومجتمع الاحتلال ككل يعني صار واضح انه اغلبيه متطرفه جدا، وهي الاغلبيه يعني قادره على شرعنه اي قانون ضد فلسطينيين الداخل المحتل، وبالتالي الاحزاب العربيه تصبح شاهد زور في هذه المعادله. هي مش اكثر من وصفه لاظهار الاحتلال الاسرائيلي على انه كيان ديمقراطي. يعني من ناحيه عمليه هاي هي مهمه بالنسبة للاحتلال، هاي هي مهمة الأحزاب العربية في الكنيسة. ختاما لا يسعني الا ان اشكر ضيفي الصحفي والمختص في الشان الاسرائيلي محمد بدر، كما اشكركم مشاهدينا والى اللقاء.